السلام عليكم. عليكم السلام. يعني نقدر نتعرف اسم حضرتكم؟ اي نعم، احنا عائلة بيت ابو سارة من محافظة ميسان، كل سنة نخدم لابو عبد الله نقدر عليه. احنا برنامج شنو مهمتك؟ نقدر نعرف شنو مهمتكم خلال زيارة الامام الحسين، خصوصا مشيات الامام الحسين؟ طبعا الامام الحسين يستاهل الخدمة مالتنا، احنا ما عندنا غير الامام الحسين، وكل سنة نقدر عليه نسوي. شنو يعني خدمتكم للامام الحسين؟ نوزع توزيعة للمشاية طبعا. بس هذا الشيء له أهم، بعد ما تخلصون تروحون لزيارة الإمام الحسين؟ أي طبعا، نزور الإمام الحسين كل سنة. ماشي. أنتم كعائلة متجمعين صندوق مسوين حتى تخدموا الإمام؟ أي نعم، إحنا دائما نسوي الصندوق اللمة قبل الأربعين يوم الإمام الحسين، وبعدين نطلع لنا المبلغ اللي نقدر عليه ونستخدم اللي نقدر عليه نسوي، أنا وعائلتي أنا وأبو سارة وأحفادي. تحسين نفسكم كفيت ووفيت، ولا تحسين مش ما تقدمون مقصرين ويا الإمام الحسين؟ طبعا شما نسوحنا مقصرين ويا الإمام الحسين. احنا كل سنة نخدم أبو عبد الله، أنا وبيت جدي بيت أبو سارة، نجمع كل واحد من عنده ألف ألفين ونخدم الزوار.